الشمس متعبانين ونشتغل ونركض ونتعب نصدق بس ترى تطيب الشمس طاروا على البيت. هم نروح بالبيت نغسل ونشطف وما ابي احد بالبيت وهم نرجع لنفس العمل نشتغل تعبانين يوميه قليله ولا بي لا منظمات ولا شيء واهلنا يعني قاعدين اخواتي قاعدين ما بي قيراني واختي نشتغل ما في غيرنا احنا ونروح نكنس بالشوارع نرجع على الشغل بالليل نشيل حنطان نشتغل بالخانات نقح الزبل نلم كل شيء والله تعبانه حياه تعيبه حيل. على موجب اليوم انه يمرق حدا بالشارع يشوف البنت تشتغل بالعتاله انه ينظر لها غير نظره يعني انه ليش هي تشتغل هيك او انه يعني ينظروا لها غير نظره انه بالمجتمع انه ليش تشتغل هذا الشغل وبالشارع وهيك. بس عادي هي الشغل مو عيب اول شيء بس ثاني شيء يعني لازم في تخفيفات عن هذا الشيء. الام هي الاساس بالبيت يعني الله خلقها مشان تكون بالبيت. ماني ضد انه تشتغل بس العتاله والاعمال الثقيله هي اختصاص الرجل الله سبحانه وتعالى والمجتمع هيك تعودنا وهو قدرها اكبر من انها تشتغل هيك عم تقلل من قيمه حالها وصحيح ظروفنا المعيشيه عم تضطر احيانا. انا مع انه تشتغل المراه اي عمل شريف تعيش منه بكرامتها مع احسن ما تروح على طرق غير شرعيه. بسبب الاوضاع الاقتصاديه والمراه عم تستغل تطلع لبرا تشتغل ساعات طويله واصحاب الاعمال عم يشتغلوا المراه باجور ضئيله جدا وتشتغل يعني ساعات طويله فوق طاقتها بيكون اكثريه المعيلات العائلات وهالاجور ما يكفي يعني. هلا انا وحده من النساء يعني مضطره انه اشتغل يعني انا اليوم في عندي امي مجبوره انه انا اصرف عليها امي تعبانه شوي يعني انه على موجب انه اشتغل اصرف على البيت كمان معينه للعيله. نحن ساعه بناخذ يوميه 10,000 بس الصبح على موجب انه نجيب ربطه الخبز سطل اللبن يعني هاي 10,000 هيك تروح يعني صار لنا 5 سنين نشتغل يعني بس بلقمه عيشنا لا اكثر ولا اقل يعني انه عم نعمل شيء او يعني مو موفر لنا اي شيء نحن النساء هون. اتجاه المرأة نحو العمالة والأعمال التي لا تناسب جسدها وبنيتها الفيزيولوجية. وجود المرأة في جميع مفاصل الإدارة الذاتية ومؤسساتها ولجان المرأة وهيئة المرأة والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الموجودة في شمال وشرق سوريا يجب عليها أن تتحمل مسؤولية وضع المرأة في سوق العمل وخاصة في العمالة الصعبة من خلال إيجاد مشاريع خاصة بالمرأة تساعدها على أن تؤمن سبل عيشها. عمل المرأة في الخارج هو بحد ذاته كان تغيير وتحدي لنظرة المجتمع لعملها في الخارج، لكن لا يزال يعتري الكثير من الشوائب والنواقص خاصة هل بيئة عمل المرأة بيئة آمنة أم لا؟ هذا يتطلب المزيد من العمل والمزيد من البحث في هذا المجال. يجب انخراط المرأة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والإداري، حينها يمكن القول أنها كسرت نمطية بشكل كامل. وضعنا التعبان، عندي 3 ولاد وبنت، والله العظيم يجوز ما يتلبسون من السنة للسنة والله. وأكلهم أقول لك شنه قليل خالص، كل هالنهار يصيحون جوعاني. أدور شغل مشان أعيش هالولاد، وين أروح بيهم؟ حرام، وين أروح بهالولاد؟